عموما يا هاني، احنا اليوم حابين نصبح على مستمعي ام بي سي اف ام، وتحديدا مستمعي برنامج صباحكم سعودي، البرنامج اللي تعودتوا تسمعوه بصوت احمد الهاشم وسلطان الراشد كل يوم عبر موجات الراديو وكمان عبر تطبيق ام بي سي مود. فهد بن جليد التقى بالمذيعين، نتعرف عليهم اكثر في هذا التقرير. يلا تفضل. ويا صباح الخير ويا صباح الانوار، وبدايه اسبوع جديده. طب ما اصبح انا ولا انا؟ خليك تصبح لحالك. في صباحكم سعودي برنامج خفيف لطيف كذا، تجي الصبح اول ما تشغل السياره تسمع تلقى اثنين شباب قاعدين يمثلونك. احنا حريصين دائما في صباحكم سعودي انه نخلي الناس تبدا صباحها بايجابيه. يعني احمد من الناس اللي مساعدني كثير في البرنامج، وعطاني يعني هو اللي اعطاني الروح انه انا اطلع بالصوره الحلوه هذه، بسبب انه انا وياه في بيننا كيمستري كثير قوي الحمد لله. في تناغم كبير بيني وبين سلطان، هذا اللي لاحظوه الناس، هذا اللي لاحظته انا. الونتو سهل معاه، يفهم بسرعه، انا افهمه بسرعه. انا كشاب ابغى احد يمثلني، لما مو اسمع واحد السلام عليكم في صباحكم سعودي بطريقه رسميه فما حتقبل اي كلام ينقال. في كل لينك نحط موضوع، مش في كل ساعه، فهذا الشيء يخلي المستمع يعني اذا كان رايح من البيت للبقاله او للبوفيه بياخذ فطوره، على ما يوصل يكون احنا خلصنا الموضوع ذا، فلما يجي يركب مره ثانيه يلقى موضوع ثاني، فالتجدد هذا يخلي المستمع يتمسك انه يبي يسمع. طب ايش بيقولون بعد شوي؟ اليوم صرنا برضو اقرب للناس عبر تطبيق ام بي سي مود، التطبيق هذا اللي تقدر تسمعنا حتى وانت نازل للدوام. ام بي سي مود، شوف تطبيق يعني الجميل فيه بكل يعني شفافيه انا اكلمك، انه ممكن يكون عندك مغتربين برا السعوديه يبي يسمع شيء كذا من 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 روح بلده على قولتهم. هذا تطبيق ام بي سي راديو. اول ما تفتح التطبيق، طبعا اليوم صرنا اقرب للناس والاذاعات اللي موجوده في تطبيق ام بي سي مود، اذاعه ام بي سي اف ام، بانوراما اف ام، العربيه اف ام، وناسا اف ام، القران الكريم، واذاعه طبعا اكيد ام بي سي اف ام. اليوم تقدر تتابعنا عن طريق البث المباشر من خلال واتش لايف او البث المباشر، تفتح بس الان احنا مقفلين اللايف. في اشياء كثيره برضو انت تقدر تدخل على كثير من الفيديوهات اليوم، كثير من اللقاءات، برضو تقدر تراسلنا على طول وبشكل مباشر للمذيعين والبرنامج نفسه من خلال الرسائل النصيه. تقدر تتصل على الاستوديو من خلال الاتصال السريع، برضو تعرف ايش هو جدول البرامج لليوم، برضو هنا تدخل وتعرف المذيعين والسيره الذاتيه حقتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا وصلوا لنا هناك وخلونا نسمع بالله. احنا بس مو نوعد الناس فقط في صباحكم سعود، راح نوعدهم ان حيشوفون الثنائي باذن الواحد الاحد ما قد مر يعني على تاريخ الاذاعه. كيف لي ما اكبي؟ لا تحرق. طيب طيب لا تحرق، خلاص تابعونا على تطبيق ام بي سي مود. ايه. بتشوفون اشياء قويه، ثنائيات جميله، وانتو يا كبير. طب بس دقيقه، انا قاعد اسولف تدخل علي كذا ليه؟ عشان نخلص الليله. يعني طولت انا عشان ما تحرق. اوكي. انت عارف اني بفتح السبحه. ما تحرق، انا ما ابغى تحرق. خلاص تابعونا. احمد الهاشم وسلطان الراشد معانا هنا في الاستوديو، نقول لكم صباح الخير ولا صباحكم سعودي ولا صباح خير يا عرب. صباح الخير يا عرب بنكهة سعودية. الله يسعدكم يا رب. اول حاجه مره مبسوط اني معاكم اليوم، احنا الضحك يعني كان بادي من قبل الهوى، لكن ما شاء الله عليكم اللي شايفته بين احمد وسلطان، ما شاء الله في كذا انسجام، حب، ضحك، مزح، اخذين على بعض. ايش سر هذه الكيمياء اللي هي جوا الشغل وبرا الشغل كمان؟ والله شوف في البدايه اول شيء شكرا لكم على الاستضافه. يعني انا وسلطان كوننا كيمستري، كوننا تعاون، كوننا صداقه بيننا بفتره جدا وجيزه، اكيد هذه كله بتوجيهات ادارتنا، اداره اذاعه ام بي سي اف ام. رغم انكم شابين يعني عاده الدوت يكون ولد وبنت يعني. 100% هذه هي الفكره، انه قالوا خلونا نجرب نحس انه
مع أحمد مع سلطان، يعني راح يركبون سوا مع بعض. فعلا أنا كنت في البداية يعني متخوف للتجربة هذه، أنه يكون معي ديو شاب، كيف أنه راح يكون الموضوع. بنفس الوقت أنا كنت مبسوط. ما هي أقوالك سلطان؟ أنا كنت مبسوط، يعني أنا كنت مبسوط أنه سلطان الراشد هو اللي جاء، لأنه سلطان الراشد أنا أعرفه أصلا من قبل، وأنا من الأشخاص المتابعين له، فأنا عارف شخصيته، ينسجم مع أي أحد بشكل سريع، فصار في كيمستري بيننا صباح رهيب. رهيب. خلصت دهلزة فيني وجميل ورهيبة. ما تقول شيء غلط. زين. لا مستحيل. سلطان، يعني إم بي سي، خلينا نقول أو راديو إم بي سي إف إم، قدمت لكم فرصة مرة ذهبية. صح. وشيء يمكن الكل يتمنى انه يوصل له يعني، واليوم ما شاء الله اتألقتوا فيه، رغم انك انت ما شاء الله فنان واحمد بلوجر، كيف يعني دخلتوا هذا المجال بهذه الصوره الحلوه الجميله؟ اول شيء طبعا احنا سعيدين جدا للقاء الجميل هذا. ما انفع رسمي والله، ما ولا تكون رسمي. خلاص خلاص خلاص، انا والله مبسوط صراحه كذا حلو. اي اوكي والله صراحه انا سعيد يعني جدا انه موجود معاكم اليوم في صباح خير يا عرب. اكيد ممكن هذا اول مره يستضيفوني كمذيع ام بي سي اف ام. بالعاده يعني كم مره استضافوني هنا في دبي كفنان صوت حلو الراشد، يعني الحمد لله رب العالمين. فرصه اكيد يعني كثير من مذيعين اصحابي اول ما عرفوا في الخبر ان انا انضميت لام بي سي اف ام قالوا لي سلطان انت اختصرت مشوار سنين احنا نحاول نوصل له. صحيح. فاذا انت بادي في مكان قوي فخلاص يعني انت وصلت للتوب تقريبا. والناس اللي تتمنى تكون زيكم، في ناس يعني شغفها انه يكونوا مكانكم، ايش تقولوا لهم؟ انا قبل اروح للنقطه هذه، انت قبل شوي قلت انه انا وسلطان اثنين شباب في برنامج واحد. صحيح. هذه تكون نادره دائما، هذه من الاشياء الحلوه ترى الايجابيه، انه احنا والله انا وسلطان مثلا يكون في بيننا قواسم مشتركه كشباب بنفس الجيل، في بعض القطات اللي مثلا نرميها لابسين اسود زي بعض يعني شوفنا بالصدفه يعني. فهذا الشيء الحلو انه يكون في تناغم شاب مع شاب، بنت مع بنت، هذه من الاشياء. وهذا حلو اللي انت اليوم بتوصلوا صوره يمكن لكل الناس ان تبغوا تكون مكانكم، انه مو شرط انه انا كل وحدي. صح. يعني ممكن أكون أنا مع أحد وأنجح معاه ونكون روح الفريق موجود، وهذا شيء كمان حلو. إيش قصة إم بي سي مود؟ أبغى أفهم القصة منكم. جميل. إحنا قصة إم بي سي مود قصة عريقة، قصة تكونت من الصفر للأمانة. اليوم الإذاعة ما صارت بس في السيارة موجودة أنت تسمعها. صحيح. وخلاص انزل من. صحيح. السيارة وانتهى الموضوع. الإذاعة اليوم صرت تقدر تسمعنا في البيت، في البحر، في البر، في المطار، أي حتة في يعني. اي مكان تقدر تسمعنا وتشوفنا بالصوت وبالصورة. برضو اليوم بس ما قاطع كلامك، في فايدة مرة حلوة في ام بي سي مود. يعني انت الحين انا قاعد اسمع موضوع ووصلت للمكان اللي بوصل له، مثلا وصلت الدوام والموضوع شادني فابغى اكمل الموضوع ما بتاخر على الدوام، فخلاص افتح التطبيق وكمل السالفه واخش الموضوع. خلاص صحيح، برافو عليك. مشاركاتك تسجل لنا رسائل صوتيه، مره حلو صراحه. شيء مره حلو. زمان تذكرين ممكن في الاذاعات كانوا 011-268-4488 يا اخي ما لحقت على الرقم. صح. اليوم التطبيق فيه اتصال على طول على سريع على طول يحولك على الرقم. طب خلينا نحول دحين ونشوف هذا التقرير ونرجع مره ثانيه. يلا. على مودك، استمع، شارك، تفاعل واربح عبر تطبيق واحد ام بي سي مود. استمتع بمحطات ام بي سي الإذاعية بالإضافة للمشاركة وربح الجوائز بضغطة زر واحدة، ولمسة ترفيهية تثقيفية مع البودكاست. كل هذا وأكثر. ام بي سي مود على مودك. حمل التطبيق الآن. أقول لهم أنا ايش هي؟ خلاص خلاص لا تتخانقوا، حبوا بعض حبوا بعض. مو راضي يا اخي معلش. ايش هي نصيحتكم لكل الناس اللي ما جربوا التطبيق؟ يعني انت قلت لي بكبسه زر انا بكون مشاركه معاكم. صحيح. وهذا شيء مره حلو 100%. التطبيق ميزته الان صرتي تقدرين تشاركين معنا حتى في المسابقات. الاذاعه دائما يكون فيها مسابقات وجوائز. صحيح. سواء في رمضان او غير رمضان. رمضان جاي في برامج مسابقات ان شاء الله، ان شاء الله هو احمد في عند برنامج، فبيكون هذا يعني سهل انك تربح بسرعه. يعني تدي لهم احمد هديه واخلص من احمد. احلى هديه والله. اي والله في احلى. شو الهديه الجميله يعني؟ طب سؤال، بما انه لغه الام وكل واحد بيقول شيء من مدينته او من بلده، ايش تقول لنا كلمه كده غريبه من مدينتك؟
انا من اهل حايل. يلا نعم والله ادينا كلمه غريبه. طب رد علي قول لنا معلش. يعني مو غريبه شيء احنا ما نعرفه. اهل جده او اهل الشرقيه؟ المنجضه. المنجضه يعني ايه تعرفها؟ انجضعت بسرعه بسرعه. ها تعرفين المنجضه؟ لا والله ما اعرف. المنجضه يعني المنسدح. المنسدح المستلقي. المستلقي جميل. الشرقيه اهل الشرقيه سكان. سكان سكان نحن سكان هذه البلد. سكان يعني بلد يعني احنا. لا لا دركسون. دركسون سكان. سكان. طب كرتة. انا من جد من مكة اصلا. كرتة. كرتة ايوه. هل لعبت كرة القدم؟ لا لا مو كذا. لا مو كذا. لا ها الكرتة. صعبة. فستان. هذا فستان المكاوي والحجازي. جابت لنا شيء بالناتي. الكرتة هي شيء نركب على جملة خلاص. أنا من جد مرة مبسوطة معاكم وأتمنى دائما تكونوا معانا إن شاء الله من نجاح لنجاح يا رب. كل التوفيق لكم بإذن الله. شكرا لك غادة. أنا أوجه برضو تحية الهاني أكيد والهدى اللي قاعدين يتابعونا الآن. وهاني زميل زميل إذاعي خبرة طبعا أكيد. توجه له تحية طبعا أكيد. وأنا أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح وشكرا لكم.